اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل اللي فات بكل التطورات، لكن بقي كلام كتير بعظمة لسانه. سيبكم الخروف واسمعوا رؤوف. اولا فكرة الانتقائية، علشان الناس اللي بتقول لك يطلع مذيع زميل يجيب واحد عشان يجاهر بكراهية الاهلي ويضغط على مشاعر الجماهير لدرجة انه يتمنى ان الاهلي يخسر، وعهدا عليا وندرا عليا لاجيب خروف واتبعه لو الاهلي خسر. بصوا الكلام في منتهى التحدي والاساءة والضغط على مشاعر الجماهير. فكرة الانتقائية عشان ما فيش حد زميل يطلع يقول لك انا مالي، ده هو اللي قال. لا يا سيدي، ده انت جايبه عشان يقول ده. بالظبط كده. ده في ناس بتطلع في برامج ممكن الناس ما تلاقيلهاش اي حيثية، يعني شوقي السعيد ده لو دورت له على السي في بتاعه، اللي بيكره الاهلي، اللي بيجاهر بكراهية الاهلي، اللي كسر وليد سليمان، اللي عمل رجل وليد سليمان قد كده، ومع هذا في حرص عليه انه يجي ويقول علشان الخروف. ونفضل الناس كلها والترند الخروف قال ايه والخروف عمل ايه والخروف راح فين والخروف جه منين والخروف اتذبح ولا ما اتذبحش وخسر من الخروف، وخلينا في رؤوف. طب ما نسيبنا من الخروف صحيح ونسمع رؤوف. رؤوف هو المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف، الحاصل على كلية الحقوق من السربون، مؤهل الى هذا الدرجة في القانون الدولي، بيشتغل في النقد او في الاعلام الرياضي، واحد من المعلقين العرب البارزين. ده كان رأيه عن الأهلي، ونسمع رؤوف بعيدا عن الخروف. أنا شخصيا كنت ناديت من زمان، قلت أنه ترجي لا بد أن لا يشارك في البطولة العربية، لأنه هذه راهو نار يكتوي بها الكل. الدليل أنه الأهلي المصري لعب بالفريق الثاني، لم يجز بالفريق الأول. يعرفوا أنك المرور من موسم إلى آخر بدون تحذيرات بدنية تسبق الموسم ستكون كارثية بعد ذلك. أنت ستجابه منافس من العيار الثقيل اسمه الأهلي المصري، سلطان الكرة الإفريقية، يعني أحببنا أم كرهنا، لما يكون عندك 8 ألقاب قارية، وفي تونس يعني أكثر فريق عنده ألقاب الترجي بلقبين، لا تجوز المقارنة، وبالتالي يعني المفروض تعطيه ألف حق أنك ما يلزمش تشارك في البطولة العربية، وتجهز نفسك للبطولة الإفريقية، لأن في النهاية فما مونديال للأندية في الطريق، يعني البطولة العربية ماذا ستفرز لك بعد ذلك؟ الاهلي سلطان ولا الهوى سلطان؟ الاغنيه الجميله صحيح. الاهلي سلطان، وبعد كده تقول لي والنبي واحد بيقول لك بكره وبحب. شوف تقدير النادي الاهلي عند الناس. ده انت لو سمعت حاتم الطرابلسي كمان، عايز تسمع حاتم الطرابلسي؟ طبعا، نجم الكره التونسيه الكبير. دول اللي يهمونا، دول اصحاب القيمه المقام. لكن انا اعتقد يبقى النادي الاهلي فريق القرن، ويبقى النادي الاهلي هو افضل واعرق فريق يعني على مستوى افريقيا، يعني 8 القاب. شوف الاهلي المصري لا يشارك، مثلا تكلموا على المنتخب المصري، لكن لما يشارك يفوز المنتخب المصري. لما يشارك يفوز كاس افريقيا، يعني هنالك داخل هذا الفريق حالات انهم في المشاركه يقدموا بشكل جيد. احنا كل يعني لو نتكلموا احنا عن اعرق الفرق، ونتكلموا على تونس، كم فاز الفرق الجزائريه؟ وفاق الصيف في لقب في النسخه الجديده، ولا في الانديه التونسيه كنا فزنا باربع القاب، يعني ترجي اثنين، والافريقي واحده، والنجم اعتقد واحده، يعني اربع شامبيونز ليج. احنا نتكلم يعني على فريق وحيد فاز مثل اربع الفرق. في كلام ثاني يتقال بالذمه؟ في كلام تاني يتقال؟ طب في كلام تاني يتسمع للناس اللي بتتاجر بالكراهيه بعد ما تسمع للناس دي وهي تقيم الاهلي؟ وزي احنا لو عايزين نعمل حلقه كامله لمده 3 ساعات مش هتكفي عن الاهلي في عيونهم، في عيون الاخرين، اها، الناس اللي برانا، والكلام اللي بيتقال عن النادي الاهلي. فما تزعلوش يا اهلاويه لما تلاقوا نماذج كده. طبعا طبعا العين ما تكرهش غير الاحسن منها. فتوقعوا ان اي حد بيشتم الاهلي هو عنده مشكله.